ضمن سلسلة الزيارات الميدانية للمكتب المركزي لضمان حقوق المرضى التابع لوزارة الصحة العامة والتضامن الوطني، تفقد منسق المكتب ومعاونيه مستشفيات النهضة والشفاء وبروفيدانس ومستشفى السلام الحكومي بالدائرة الأولى. هذا وقد تجول أعضاء المكتب خلال زيارتهم هذه بمختلف الأقسام الصحية واستمعوا للمرضى. رغنا في المستشفيات الهرة بريفي وفي المستشفيات الدولة البيبليك مش رأس الدستريك على فرش الجينة فوق هذا، لاحظنا في خياب بعد من الأطباء ما يجوا الدكاترة ما يجوا خلوا الناس قاعدين كده بس، والشيبة كل ما شنا لقينا شيء بعد من الأطباء كلهم كما جايزين ما قاعدين، قالوا ألم سبيل ولا أحد الناس ما أخذوا. دونك أشياء زي ده لاحظنا ده ما كويس، ده عدم اهتمام لحقوق المرضى. زيارة أعضاء المكتب المركزي لضمان حقوق المرضى لهذه المستشفيات والمراكز الصحية تسمح لهم بتدوين الملاحظات وتقديمها لوزارة الصحة العامة لتحسين الظروف الصحية وتقديم خدمات أفضل للمرضى.